ازيكم اصحابي؟ عاملين اوي؟ وحشتوني اوي. قبل ما نبدا مش تحطوا لايك، ما تنسوش تصلوا على الرسول عليه افضل الصلاه والسلام، ما تنسوش تشتركوا في قناتي. يلا بينا بقى نبدا النهارده يا جماعه. احنا مش هنلعب النهارده، انا جاي لكم فكره جديده النهارده يا جماعه. احنا عرفنا بقى ان عيد الام قرب، لازم بقى نفرح مامتنا ونجيب لها حاجه. دلوقتي بقى يا جماعه انا معايا علبه، لو انتوا عندكم برطمان ممكن تجيبوا برطمان عند مامتكم المطبخ، ممكن تجيبوا، لو انتوا عندكم حصانه ممكن تحوشوا فيها برضو اي حاجه. مثلا لو مامتك او باباك او مامتي او بابايا مثلا يعني عطاني مثلا مصروف مثلا 5 جنيه 2 جنيه، انا مش هصرفه كله، مثلا هاخد جنيه كده هشتري مثلا بيه مصاصه مثلا او كيس شيبسي، والباقي هحطه في العلبه دي وهتشارك انا واخواتي. ومثلا يا جماعه حطيته في العلبه ماشي وقفلت، وجيت مثلا عندي اخت تانية قلت لها تيجي نحوش علشان ماما تفرح بالهديه اللي احنا هنجيبها لها، هتقوم حاطه 2 جنيه هيبقوا كده 2 جنيه كل يوم بقى يا جماعه. 2 جنيه على 2 جنيه هي ممكن، هما كده كده يا جماعه اصلا مش هيجيبوا مبلغ، بس اهم حاجه نفرح مامتنا. لو هتجيبوا لها ورده حتى اهم حاجه، بس هنفرح مامتنا ماشي يا اصحابي. وده يكون فيديو النهارده، لو عجبكم الفكره ما تنسوش تحطوا لايك، ما تنسوش تصلوا على النبي عليه افضل الصلاه والسلام، وسلام.